بعد استقبال سموه لأمير منطقة كنت البريطانية، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمستوى العلاقات البحرينية البريطانية وبمتانة التعاون الثنائي وما يبديه البلدان من حرص على تطويره وتنميته في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها المجال العسكري والدفاعي، تحقيقا لطموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا سموه أهمية تعزيز التعاون في إطار التواصل المستمر والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير مايكل أمير منطقة كنت بالمملكة المتحدة الصديقة. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء مع أمير منطقة كنت العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تطور وتنمية في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون العسكري والدفاعي بما يصب في مصلحة البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على توطيد العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وتنميتها وترسيخها، منوها سموه بالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة إقليميا ودوليا في خدمة أغراض الأمن والسلام والاستقرار. من جانبه أشاد أمير منطقة كنت بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يوالي البلدان الصديقان بذله على صعيد ترقية العلاقات والتعاون على مختلف الأصعدة.